السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال كاجي 700 ام. واليوم في هذا الفيديو هذا الكاميرا شي شويه عوجه، سمحوا لينا بزاف، نتمنى تكون مقاده. دابا هذا الفيديو فريمون كومبلكس، نيت بالمعقول كومبلكس ومعقد بزاف وفيه بزاف ما يتقال بزاف. وكنت باغي نديرو نقول واحد 6 شهور ولا 7 شهور ولا كثر كاع، وانا كنجمع باش ندير هذا الموضوع هذا. وكنقول في الاول هذه 8 شهور كانت القضيه مازال شي شويه خفيفه، كنقول يعني ماشي ضروري انني ندير فيديو عليه على هذا الموضوع، ولكن in the span of these last 8 months، في غضون هاد اخر 8 شهور، المشكل ولا عويص بزاف ولا يستحق ان ندير عليه فيديو. اولا واول حاجه بغيت نقول هما الناس اللي كيخدموا العاطفه، كيخدموا بالعاطفه بزاف، من الاحسن لهم انهم يتركوا هذا الفيديو. انا بغيت غير الناس اللي كيخدموا عقلهم وكيامنوا بواحد المبدا ديال، ولا كيتيقوا في حياتهم بواحد المبدا ديال اش ديال كوز اي كونسيكونس، السبب والعواقب، السبب والعواقب، السبب والنتائج، حدث والنتائج ديالو، حدث والعواقب ديالو، العواقب ديالو عنده احداث، حتى دوك الاحداث عندهم عواقب، طط هكاك غادي العالم صافي. بغيتي العاطفه خدمها مع الناس اللي قراب لك، خدمها مع الناس اللي يستحقوا، ما تخدمهاش مع النصابين، ايه النصابين، ما تخدمهاش مع المجرمين، وما تخدمهاش مع الناس اللي كياخذوا عرق كتاف ناس اخرين بغير حق، انهم كيخرقوا القانون كيمارسوا شي حوايج لاسباب، فهمتيني، لاسباب كيمارسوا شي حوايج اللي هما غير قانونيين صافي، وكيديو فلوس، وفلوس صحاح ربما اكثر منك انت اللي غتخدم العاطفه وتدافع عليهم، انت ما كتدخلش قدهم في الشهر. تيق بيا ربما تقد تكون انت هذاك اللي كتدافع عليه هو نصاب كيدخل اكثر منك، فهمتوني، وانت كتشوف من حاله بحال هو فقير وما عندوش، هذيك راه واحد البيرسونا كيلعبها عليك، راه ما عمرو يبين لك النصاب، ما عمرو يبين لك بانه هو عنده، سيرتو النصابه اللي كيلعبوا لك على العواطف وانهم فقار، راه ما غايقولوش لك. فالموضوع ديالنا اليوم هو على بوصفير الحارس ديال الوز والنم، ماشي حارس السيارات. وعلى سميتو بوصفير، ما سميتوش انا حارس السيارات وما سميتوش غارديان، لانه ما يستحقش هذاك الاسم، يستحق اسم بوصفير. علاش؟ لانه كيلبس جيلي صفر، كثروا علينا هاد الصحاب جيلي صفر اللي كيشفروا عباد الله عين بين في نهار القهار. وغادي نجاوب واحد الناس غادي يقول لك واه شفتوا غير الشفاره الصغار، شفتوا غير داك الشفاره الدراوش، ما شفتوش الشفاره الكبار، ما شفتوش اخ النوش، وما شفتوش كدا، وما شفتوش الحكومه. هذه واحد لوجيكال فالاسي، هذه واحد الخطا منطقي، خطا منطقي، انحياز خطا منطقي. اوكي، ديال اش؟ ديال انك خصك تشوف هذاك اللي كبير عاد باش تهضر على اللي صغير. علاش ما نهضروش عليهم بجوج؟ انا فايت درت فيديوهات كندوي فيهم على الحكومه مرارا وتكرارا، هذه واحد. جوج، كاينين شفارة صحيح في العالم كامل وفي المغرب كامل، فإلا تبعنا هذه العقليه ديالكم الناس اللي كدافعوا بالعاطفه كتقولوا وحقرتوا غير على الشفارة الصغار وما تشوفوش الشفار الكبير، ما تشوفوا تدويش لنا على اخ النوش وهبي الى اخره، يعني صافي حنا حيت كاين مثلا واحد الشفار ضرب بنكه قد قد الخلا مازال ما تشدش كيراقبوا البوليس، فصافي البوليس ما عندهمش الحق انهم يعتقلوا واحد الشفار صغير. هذه هي العقليه ديالكم. فتخيلوا اني انا دابا بوليسي شيئا ما، ولكن عوض ما نعتقل او لا خدام في الكوميسيا كنعتقل كنتحدث، فهمتوني، فحيت ما خديتش نتحدث او لا ما بغيتش نتحدث على الكبار، ما كيعنيش بالضروره انني ما تحدثش على الصغار، فهمتوني، فهذا غير اكزومبلير ماشي كنعني به شي حاجه. فنتمنى تكونوا فهمتوا غير هذا التشبيه هذا، فهاد الحقيقه هذه ولا هاد النظريه ديالكم ديال ولا الادعاء ديالكم ديال خاصك تدوي على الكبار عاد باش تشفر على الكبار عاد باش تدوي على الشفار الصغار، يعني غير منطقيه صافي سدينا. فندوي على الشفار الصغار اللي انت كتحسبك صغار، ولكن راهم كيتزايدوا في الخفاء، ساكتين، انت غير حداك غير واحد ولا جوج، وكي غير الانترنت دابا جمعات البلاد كامله، فالمغرب كامل ولا كيتشكى
من هاد الناس هادو اللي في تزايد مستمر. وانا غنشارك معكم واحد النقط اللي هما لوجيكمون داكشي اللي لاحظت، زائد تجارب شخصيه، تجارب شخصيه شفتها غضون قلت لكم شهور وانا كنفكر ندير هاد الفيديو وغادي ندير اجزاء، ما غاديش ندير جزء واحد. علاش؟ لان انا فيا واحد اللعنه ديال لي ديطاي، اللعنه ربما فيكم حتى نتوما، وكاين في الناس بزاف لي ديطاي، يعني التفاصيل، شي تفاصيل صغار الناس كيشوفوهم ماشي ضروريين. انا كنشوف هذاك التفصيل هو اللي عليه العمده، وفعلا كيقول لك ذا ديفل از ان ذا ديتيلز، يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، الحوايج الخايبين كاينين في التفاصيل. شنو هاد القضيه هادي؟ ف شنو اللي كيوقع ليا في اي فيديو كنصايب كنحطوه هو هذاك، الناس كيعجبهم، انا كنشوفه فري كيعجبني، ولكن كنقول مره كنقول نسيت هادي ونسيت هادي ونسيت هادي. واخا دير الورقه، واخا دير السكريبت، واخا تقول داكشي، راه دائما هذه هي من خاصيات اللغه، من خاصيات التواصل، الفكره اللي كتوصل عرفها بانها دائما ماشي هي 100%. وهذيك هي علاش كيوقعوا مثلا سوء التفاهم. سوء التفاهم منين كيجي؟ كيجي من انك الفكره اللي انت عندك 100% في عقلك ما قدرتيش توصلها 100% للشخص الاخر، بحال هكا كيوقع لي الفيديوهات. فهاد الفيديو قولوا لي في لي كومونتير لتحت واش بغيتو اجزاء عليهم، لانه فيه بزاف ما يتقال، راه ما يمكنش فيه بزاف ما يتقال. صافي، فهاد النقاط هادو كتبتهم في هاد الوريقه، هانتوما كتشوفوا، وهاد الوريقه عامره كامله وما كملتش، هاد الوريقه كامله وما كملتش. اوكي، فاولا تحدثنا على ان العاطفه ما خصهاش تكون، انك ما تكونش عاطفي بالنسبه لواحد المجرم، وان اللي فيه العاطفه ما يتفرجش في هاد الفيديو. صافي، اوكي، فهاد الفيديو اولا اللي غندوي فيه على شيئا ما، حراس السيارات، اوكي، ولا الناس اللي كيعسوا على الطوموبيلات، وهذه كنديرها بين مزدوجتين لانه تسميه خاطئه، التسميه الصحيحه هما الناس اللي كينصبوا على اصحاب الطوموبيلات وهما لابسين الجيل الصفر. فهاد الفيديو كيهم الناس اللي عندهم طوموبيل والناس اللي ما عندهمش. انا شخصيا ما عنديش طوموبيل، صافي، وفي عائلتنا ما كاينش شي واحد عنده طوموبيل، اوكي، في المغرب ولا دونك، حتى انا ما كنعرفش نصوب، ومع ذلك حيت كنشوف الناس كيعانيو يوميا، ولا ان داكشي يبين ليا انا بعقلي المنطقي ان داكشي نصب، فكنقول انا عندي واحد الشين يوتيوب ما خصنيش نسكت، خصني نوعي الناس باش الناس حتى هي توعي الناس اخرين، او لا تبدا تشوف هذيك الفكره ديالي. كاين شي ناس دابا كيشوفوا حاليا الكاميرا ما كيدويش فيه، ولكن راه ونصاب ونصاب وكيدير فلوس بغير حق. صافي، فهاد الفيديو كيهم الناس اللي عندهم طوموبيل والناس اللي ما عندهمش طوموبيل. يعني الا ما عندكش طوموبيل ما تقولش هاد الفيديو ما كيهمنيش، غير كملوا حتى الاخر، كملوا حتى الاخر، وغادي كنوعدك غتزيد فكره ولا جوج، غتزيد فكره ولا جوج. عوض من هذاك الفيديو تمشي مثلا عرفت شنو دير شي حاجه اخرى، ربما تقدر دير فيه لان شي حاجه اخرى اللي تزيدك افكار، ولكن الا ركزتي على الدورين انا متاكد غادي تزيدك واحد الفكره ولا جوج ولا ثلاثه. سيرتو انا عندي تجارب اللي عشتهم انا بوحدي، شتهم انا بوحدي، اوكي، فاذا سمعتيهم راك غتزيد، غتولي واخد البوان دو فيديو ديالي. المهم، وانا ما بغيتش تكمل الفيديو ما نحطك هادشي اللي كاين. ف كيهم الناس اللي عندهم طوموبيل الناس اللي ما عندهمش، اييه، هذاك الشيء اللي قلت لك. الاف المغاربه كيطيحوا ضحيه هذا النصب يوميا، فحنا كنتحدثوا على النصب اللي كيوقع في الاس ام اس، النصب اللي مثلا السي اي اش كتنوض كتخرج كتقول الناس راه كينصبوا بسميتي، ما تعطيش الكود للبنكة، كنقولوا مثلا النصب ديال التعامل ما بين البيع والشراء في الانترنيت، ها واحد صايب لي التصبيق داك، فكنديروا ودنك. ها هي في موضوع النصب والاحتيال في المغرب كنمشيو شي نصبات اللي هما ما معروفينش وعندهم ضحايا قلال، في حين هاد النصبة هادي اللي عندها ضحايا بالالاف يوميا، وغير حدايا دابا ما كاملاش، ما عرفت واحد نص ما شي 30 متر ولا 40 متر كدير دابا حاليا حدا دارنا فين هنايا، وخصني نسكت عليها، ما يمكنش. اوكي، والنصب ديال الكريبتو وشي شحال الناس هضروا على بزاف ديال لي دومين فيهم النصب، ولكن هذا ما كيبانش لي في يوتيوب بزاف. اوكي، فهاد الفيديو كما قلت لكم شهور كنت باغي نديرو، واللي باغي يزيد يتعمق فهاد الفيديو اللي فهاد الموضوع نيت، يدخل واحد الجروب فيسبوك
غادي نلوحو لكم في الديسكريبسيون. هاد الجروب فيسبوك اكبر تجمع وطني مغربي ضد هاد صحاب الجيليات الشفارة النهابة اللي كيقطعوا الطريق على الناس. اوكي، فباش تشوفوا الحجم المعاملات ديال الناس يوميا كتكتب بوست ها كيفاش واحد هاك شنو دار ليا، ها هددني، ها كيصايبوا فيديو يعني بريفي، فيديو كيصوروا، ها قرب يمشيو مع البوليس، ها واحد مشى للكوميساري ديكلاري مع داك على داك بوست فير او على داك منجيني صفر. فالانسان كيكون غادي يقضي واحد الغرض بالطوموبيل تا، وكاين شي ناس ما بقاوش باغيين يتسوقوا بكثرة ما كل نهار خصو يتصادع مع 70,000 مول جيني صفر يقول لي ما نخلصكش، كيقول لي خلصني في البلاصة ديالك باش تحط الطوموبيل وشارعي عمومي. يعني الناس كرهوهم في الطوموبيل، ديجا كاينين غلاء الأسعار في المحروقات إلى آخره والضريبة، ومع ذلك كيقول لهم عطيوني فلوس باغي الحق. فخلاو الناس وحدين فيهم ما كيبقاوش باغيين يهزوا الطوموبيل، ولا عندهم تخوف بزاف، سيرتو اللي عنده امراض نفسيه راه ما يمكنش كل نهار خصو ايفري دي ستراغل. بسبب هاد الناس هادو خصهم يحيدو، خصهم يحيدو كل واحد ينوض يدير فيديو ولا يدير بوست ولا يدوي على هذا الموضوع هذا، لانه راه كاريتي حسي مسي. وانا نشرح لكم بان بوست فير فيه اعلان هو التسميه الحقيقيه ديالهم، جاتها لاصقه اللي صايب عليهم التسميه فعلا جابها لاصقه، بوست فير ديال المجتمع. اوكي، فشنو المعنى ديال بوست فير؟ اوكي، شنو السمية؟ المعنى ديال التسمية باش نقول لكم علاش هو تسمية لاصقة للبوسفير ديال بصح. بوسفير هو واحد العارض، اوكي، اتس سيمتوم، من بين الاعراض اللي كتجي للانسان ان اللون ديال جسمه كيولي صفر صفر بزاف بحال السيمسون. اوكي، فهذا كيكون عنده اما مثلا مرض في الكبدة صافي، اولا عنده مرض مشكل في الدم، ان دوك الكريات الحمراء ربما كيدمروا ليه، او لا كيكون عنده مثلا يعني الحصى ما عرفتش واش الكلى ولا المراره ولا شي حاجه. كنت شفت واحد الارتيكل، مهم اي مرض خطير عندك ف وكيقدر يحول مثلا عينيك يولوا صفر ولا الجلد ديالك يولوا صفر ولا. فتخيل معايا عوض جسم الانسان حط بلاصته المجتمع، مجتمع مني ولا ملون فين ما مشيتي شي شارع ولا شحال كتلقى واحد صفر، فراه عرف بان المجتمع عنده مرض اخرى غادي نكتشفوها من بعد. اوكي، فهادشي علاش، لانه هو فعلا سيمتوم او لا عرض، اوكي، علامه بان المجتمع فعلا ولا مريض. اوكي، عنده امراض بزاف، وما بين ديك امراض بزاف انتج علينا بوسفير اللي دابا كاين حاليا. اوكي، فهاد الاسم هذا ديال بوسفير فعلا باش ما نبقاوش نقولوا بحال وسائل الاعلام اولا في دوزيام، ولا كيقولوا لهم حراس السيارات مثلا في الصحافه كيقول لهم حراس السيارات، وما كيحرسوا لا شيء والو. السيارات يا اما في النهار كيحرسوهم الشهود، في الليل ربما كيحرسهم العساس اللي كاين في الحي، ولكن المهمة الأولى ديال حراسة السيارات وحراسة الناس ولا هي الشرطة. صافي، هي الشرطة، ما تقولش ليا كاين شي واحد آخر كيتطوع يمن ديتو لراسو كيحرس لك حتى السيارات ديالك. غالبا ما كيوقع لهم والو، قليل قليل بزاف فين شي واحد كيحاول أنه يدير لهم غراند تيفت أوتو ولا سرقة السيارات، قليلة هادي. كاين شي ناس كيضربوا فعلا الطوموبيلات ولكن قليلة في المغرب. أوكي، ثانيا دير واحد اليونيفورم ديالهم، اما بلوز زرقاء كيخدموا بها الناس اللي هما في المصنع او الناس اللي هما حرفيين هما اللي كيلبسوا بلوز زرقاء. اوكي، فهما ما كيديروا لا نجاره ما كيديروا حتى شي مهنه اللي كتطلب منهم يلبسوا بلوز زرقاء. هذه واحد بلوز زرقاء ولا ديمودي، دابا حاليا كيلبسوا يعني اي كونستراكشن كما نقولوا ويرينغ. اوكي، جيلي ديال الناس اللي هما خدامين في البني، واش هاد الناس هادو خدامين في البني؟ واش هاد الناس كيلبسوا مثلا واحد جيلي ديال وفاقع يقدر يشوفهم شي واحد من البعيد؟ هادوك الجيليات الصفر كيلبسوا مثلا الناس اللي كيكونوا كيخدموا في الطريق، كيخدموا الطريق مثلا كيحفروا الطريق ولا كيزفتوها ولا شي حاجه، كيخدموا في الشارع يعني ولا كيخدموا في القوادس باش ما تضربهمش الطوموبيل من البعيد، كيشوفوهم بهذاك اللون فاقع. اوكي، لا فاقع لا في الليل لا في النهار.
فعلاش كيلبسوا هما ديك اليونيفورم؟ باش انهم يبانوا عندهم شي حاجه. اوكي، فاش انت مثلا كتلبس كرافات وكوستيم، ولا الانسان ممكن اسومي انت مدير اعمال، ولا كتخدم في الاعمال، ولا كتخدم في الشركه، ولا المهم عندك دور، فهما كيبغيو يلبسوا هذاك الشيء باش يبانوا عندهم دور. فتخيلهم بلا داك الجيلي شنو هما، غير بلا داك الجيلي ديالهم هما راه شهيد عيان، هما راه شي واحد غادي في الطريق، شي واحد غادي في الطريق كيقول لك اعطيني فلوس، اعطيني فلوس صحه عليك، ماشي كيطلب منك صحه عليك اعطيه فلوس. داكشي باش هو كيلبس هذاك الجيل الصفر باش يبان عنده دور. اتس ان illusion. اوكي، يعني illusion يعني وهم، وهم كيبغي يلعب عليك به. هذا اسلوب من اساليب الاقناع الثلاث، مازال ندير عليهم فيديو. فهو كيبغي يبين لك بان عنده يونيفورم، والاخر 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 عندهم جيل صفر، حتى هما عندهم دور في المجتمع، which is not true. هذه حاجه حيدوها من بالكم لانها خاطئه بزاف. فشكون هما هاد الناس هادو اللي كيضطروا انهم يلبسوا؟ ماشي كيضطروا، كيختاروا انهم يلبسوا هادشي لان عندهم فلوس، عندهم فائده اللي هي كبيره بزاف، ضخمه بزاف. اوكي، واللي قال حسدتهم من الافضل لي ما يكومونتاش حيت غنحيد لي الكومونتا صافي. شكون هما هاد الناس هادو اللي كي يعني كيبغيو يلبسوا جيلي صفر؟ اوكي، من خلال ما لاحظت ومن خلال ما كيقولوا الناس لك اسبيشلي واحد عام وزياده صافي. كاينين ثلاثه ديال الناس، ثلاثه ولا ربما اربعه، ثلاثه ونص من انواع ديال الناس، اولا اربعه ديال الناس، اربعه ونص ديال الناس، من غير هادو اطلاقا ما كاينش، اولا خمسه ديال الناس، خمسه ونص ديال الناس. اوكي، خمسه ديال الانواع ونص ديال الناس، من غيرهم ما كاينش شي واحد في المغرب كيلبس هذاك الجيلي صفر صافي. بداو معاك، بداو بخمسة ونص ديال الناس ولا ما بداوش معاهم؟ بداو معاهم. اوكي، ما حد كاع تكمل الفيديو، ما حد يعني كمل الصوره، بداو معاهم. اولا الناس ما عندهم والو، وهادي هو اللي كاين، قلت لكم 50 متر في 60 متر ما عندهم والو. هاو دي جوت دير ما عرفناش. المهم جاني الفقر لواحد الدرجه ديال انه ما عندوش حتى دار، ما عندوش حتى دار فين يسكن، يعني ناعس في الارض وصافي. هاد الناس هادو مثلا الا كانوا في اوروبا ولا شي حاجه كيلقاو لهم ماوى، كيعطيوهم فلوس مساعدات انهم ياكلوا ويشربوا وينعسوا في واحد البلاصه اللي هي لائقه، ماشي هي اللي اوروبا انا كندوي على بعض الدول. اوكي، ماشي جميل، اللي ما بقاوش ينعسوا في الارض وما بقاوش يسعاو وما بقاوش يعني يديروا اجرام وبزاف الامور، ما بقاوش يتعاطاو مخدرات وياكلوا ويشربوا وينعسوا في واحد البلاصه اللي هي ديسنت، تيلقاو تيوقفوا على رجليهم صافي. هذا هو الدور ديال المجتمع، وهادشي راه ما خصوش يكون في اوروبا، هادشي سيبوزو يكون في العالم كامل. هذا لو موند ايديال ديال افلاطون، ويش از نوت ترو، لان صحاب اللي في السلطه راه كيديو الفلوس، ما حدك انت كتشفر الفلوس اوتوماتيكيا واحد اخر ينعس في الزنقه، اوتوماتيكيا واحد اخر يدير اجرام، اوتوماتيكيا واحد اخر يدي ديال عباد الله الناس اخرين، فهمتوني؟ فهادو ناس ما عندهم والو، ناس اللي ما عندهم والو كيشوف واحد البلاصه فين كيباركيو الناس، كيوقفوا طوموبيلاتهم شارع عمومي، فكيلبس هذاك الجيلي لانه شاف واحد اخرين كيلبسوا الجيلي، واحد اخرين دوك الانواع ربعه ونص الاخرين اللي غادي نقول لكم عليهم. فهاد النوع الخامس كيدير بحالهم، كيلبس حتى هو، كيبدا يقول الناس سير 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 سير، ها كيفاش تبلاصي، حباس براكي، عطيني فلوس، وكيعطيو الناس فلوس، كيشوفوا مثلا هاكا تيقولوا غنتساعد معاه، هاكا كيتسروهم، كيتصرعهم باش يتزادوا ويبقاو تما ويديروا نفس الحرفه، نفس هاد المهنه الوهميه. كيحط ليه 5 دراهم 10 دراهم في يديه وما دير والو، ميم با في دقيقه ولا جوج دقائق كيدخل 10 دراهم، فهمتوني؟ فنقولوا 10 دراهم 20 طوموبيل، 200 درهم في الناريه ديالو ما دير فيها والو، ما مشى للمدرسه، ما تعلم كي بحالك 12 عام الباك، ما نخداش هذا ما والو. غتقول لي واحسبتي عرفتي كاين شي ناس بحال هكم كنكرههم، عرفتي ما كرهتش نصفق بحال هاد الناس، والله ما انا ما عزيزش عليا العنف صافي، ما عزيزش عليا العنف، ولكن كاين شي ناس اخويا كيقولوا شي حوايج غير كيخراو من فمهم حاشاكم. واحسبتي على 4000 درهم بالشهر ما دار فيها والو، لا تعليق. اوكي، لا تعليق. فهاد الناس هادو ما عندهم حرفيا والو، هما اللي كيديروا بحال هذاك الشيء. هذه اول حاجه.
ربما غتحسب لكم الناس ما عندهم والو غادي تعاطفوا معاهم الى اخره، ولكن هذاك ماشي حل، ماشي لانه ما عنده والو فالناس اوتوماتيكيا مضطرين انهم يعطيهم. فين هي الدوله في الموضوع؟ الدوله اللي كدير ما عرفتش شحال من الفلوس ديال الناس من الضرائب، علاش ما تلقاش لهادو المأوى؟ علاش ما تلقاش ليهم ما ياكلوا؟ علاش ما تلقاش ليهم فين؟ يعني هذا الدور ديال الدوله ماشي ديال المجتمع المدني. صافي، المجتمع المدني دائما هو واحد عنصر يقدر يعاون، يقدر يعاون الناس اللي ما عندهم والو، الناس اللي ما فقراء، والناس اللي بدون مأوى. صافي، ولكن اختياريا في هذا الموضوع ديالنا اليوم، الناس اللي مصحاب الجيني دي فيل انتايتلد كثرت من الناس تسرهم وعطاهم وعطاهم، كيولي حساب لي راه من حقه جبايه، كتولي ايتاوى، فهمتوني؟ كيقول لي لي باركا وعاونو يباركي، خصو يحط لي ديك 5 درهم ولا 10 درهم، الا ما حطاش لي يدير لي مصيبه ونشوفوها من بعد. فثاني نوع هما الناس اللي هما مجرمين سابقين، اكس كونز، كيكون داخل خارج من الحبس، او لا غير دخل مره واحده وخرج وبغى يستقم، كيمشي كيبغي يقلب على خدمه، كيطلبوا لي حسن السيره، كيلقاو عنده طاش نوار في الدوسي ديالو انه مدوز الحبس، كيقول لهم انت قش فيك ما غتخدم معنا لا في معمل لا في شركه لا في والو، ما تخدم في والو. هذا عاوتاني مشكل ديال المجتمع، هذا مشكل اخر، هذا مرض في المجتمع اللي السيمطوم ديالو شنو هو، اللي العلامه ديالو شنو هي، هي انشاء وصف اخر. وهذه راه الدليل كاينه في يوتيوب، كاين واحد الشخص اللي كان داخل خارج من الحبس كيبيع القرقوبي السماطي الحشيش، كان مدور واحد العقل اللي ما كايناش، كيقول لكم الحبس ما فيه والو وما غتستافدوا منه والو، بلي ما راه غندير واحد الشعر طويل ومضرب في وجهه صافي، وكيلبس واحد كاسكيطه بلا ما نقول السميه، راه كاين في يوتيوب، كاين في يوتيوب المغربي. هذاك الشخص هذاك ولا خدام في الباركينغ، كاينين بزاف. دابا ماشي مشكل اذا واحد مدوز الحبس، ولا واحد ما عندوش فين يسكن، ما عنده والو حرفيا والو، زيرو درهم، يولي يدي الفلوس ولكن يديها بواحد الطريقه كيبين انه كيسعى، ماشي واحد الطريقه استحقاقيه، ويبدا يكذب على الناس ويقول لهم واحد الكذبه اللي غادي نشوفوها من بعد. فبعض هاد الناس اللي هما مجرمين سابقين، شنو كيعلم الاجرام بعدا؟ وشنو كيعلم الحبس بعدا؟ كيعلم انك تولي شعر، انك دير شعر يديك والشروع هما اللي كيربحوا، فهمتيني؟ سرفايفل اوف ذا فيتست، يعني الا بغيتي تعيش خاصك تكون يعني مكرش نيابك ومكرش ظفارك ومستعد للهجوم. نتو كتشمر على دراك كتبين لي عندي الطاطو هنايا، عندي تخسعه في وجهي، راني راه كدا ندير لك، وانا راه داخل خارج من الحبس ما تصور مني والو. هذا كلام فارغ، الناس اللي مدوزين الحبس هما اكثر ناس ما كيبغوش يمشيو ليه، هادي واحد. بجوج الا مشاو ليه عندهم بونيس فهمتوني، عنده اتخاذ يعني الاكسبيرونس سوابق، يعني غيزيد يغرق اكثر فهمتوني. فما تيقش شي واحد اللي هو داخل خارج من الحبس يقول لك واه ما غيخسر والو، شي اللي كيقول ما خسر والو هو اللي ما عارفش الداخل شنو فيه. صافي، غير باش نكونوا مفاهمين. فالناس اللي هما مجرمين سابقين اللي كيوليو يديروا هاد بوسفير هادو ديال نقولوا حراسة السيارات، كيقولوا للناس عطيوني هذا بلا ما يحسوا، عبر الايام في الاول كيكون داخل بارب، ومن بعد ملي كيتصر واحد كيحط ليه، واحد كيحط ليه، واحد كيحط ليه، وكيلقى ديك ليكسيبسيون، هذيك ليكسيبسيون كيخرج معاه ديك الغريزه اللي كانت عنده شحال هادي ديال الانسان الخايب، فكيوريه الوجه الخايب، كيقول ليه الا ما حطيتيش ليا 10 درهم ما نخليكش تمشي من هنا، ما نخليكش ديماري تزيد في طوموبيلتك، فهمتوني؟ بلي غير حق، غير لانه كان هو ليكسيبسيون، كيقول لي انا خليت هذا غيمشي غيقولها للاخرين وغادي يصدق خارج عليا على 6000 درهم ديالي في الشهر اللي ما كنلعق ما نشف عليها، فهمتيني؟ وسير انت خدم نهار كامل من الصباح حتى الليل، السيمانه كامله، وستريسي مخك باش تدي واحد 4000 درهم في الشهر نقولو، تيجي واحد تيدي 7000 درهم ماشي يدير فيها والو، كيحط قهيوه، كيحط قهيوه وحده هذاك، المهم كيجلس على شي كرسي تما، ولا كيجلس على شي حجره تما، ولا في الطروطوار كاع، ولا كيجلس على شي كوربه، شو ديك الكوربات ديال الخضره، صافي كيحط حدا قهيوه، كيبقى عاصر النهار كامل، صافي كيدوز وقيت 7000 درهم ديالو في الشهر. كاش 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 7000 درهم عامين بلا ما ندوي على الناس يقدو يديرو مليون. اوكي، راه ما شوف اللي بغى يزيد يتعمق نيته بصح يبقى شاد، هو عصر قهيوه، انت شد حدا قهيوه من بعيد
وشوفوا شحال من طوموبيله كتدخل، واسيومي غير الطوموبيله فيها 5 دراهم، 5 دراهم هي القليله. وانا شفت ناس كيحطوا 10 درهم 20 درهم، شفتهم قدام عيني كيحط لي 20 درهم وما دار فيها والو، كيعطيها لي كيقول لي تساعد معايا، كيقول لي اشكرا على الحاج، اشكرا على فلان، الله يحفظك الحاج، العز بك، وداك الهضره الخاويه. وراه كيقول له داخل ديالو مش على كام بوحمار حط لي 400 دريال ما درت فيها والو. وشوف الا تقلبوا الادوار والله ما كاين يعقل عليك، كنتي انت بلاصتو ما عندك والو، وهو هو اللي راكب على الرينج، والله لا عقل عليك. فهمتوني انا نقولها لكم، فالناس اللي كتساعد عرف مزيان لمن كتساعد. وتخيل كون كانوا مقلوبين الادوار، كون كانوا مقلوبين الادوار غيشوف راسو كان بوين يعطاك 10 درهم على والو. فهمتوني فما تاخذش ما تاخذكمش بيهم العاطفه نهائيا. ثالث حاجه هما الناس اللي عندهم الاعاقه، الناس اللي عندهم اعاقه كي فريمون عنده اعاقه، ولكن اعاقه عاوتاني سببها المستشفى، سببها عدم وجود تغطيه صحيه، سببها عاوتاني المجتمع، سببها الدوله، سبب الدوله. اوكي فداك الشيء اللي كتمشي فيه الدوله كيخلص المواطن من الطوموبيل على داك مول البوسفاي. عنده اعاقه اوكي، عنده اعاقه كيفاش كيدير يحرس؟ واش كاين شي حارس ضعيف؟ نقول مثلا واحد كيبغي يضرب الطوموبيلات وكان لابس كاكول مثلا، ما عندكش كيدير ديكلاري بيه ولا بحتى هو غير تبعو جري يعني بين لي صحا شي زرواطه ولا شي حاجه تبتو تما تيجي غير تما يجيو السلطات يشوفوا ما امروا. نقولوا مثلا هذا كيجري انت كعدي تبعو، انت عندك عكاز وكاين واحد حدانا عنده عكاز، واش انت عندك عكاز وكت سيبوزون كتكارني كدير سيكوريتي كدير السلطه تما؟ مستحيل صاحبي، فاك ما فاك ماي لايف اصاحبي، هذا المغرب هذا فاك ماي لايف. وهذاك اللي عنده عكاز حتى ما كيقولوا الناس تساعدوا معاه الى اخره، فهذا كيجبد لينا النوع، نوع شنو؟ نوع الرابع. هما الناس اللي كوبي كات كيقلدوا صاحب الاعاقه. هاد الناس هادو لاحظوا بان بوسفير اولا المهنه ديال جيلي صفر كتربح الفلوس من الفراغ، يعني فلوس سهله زائد فلوس سهله اكثر الا درتي بونيس انك تستعطف الناس، وعندي اعاقه ومضرب في رجلي وكذا عطوني الفلوس، فهو كيولي فيه سعي واحد، كيولي فيه ثانيا واحد اخر اللي هو كيدير اليزيون ديال كيجمع، فهو كيربح بونيس اخر. فكيجيو هذاك الشخص الرابع هو ما عندوش اعاقه ولكن كيقلد هذيك الاعاقه، نيت كيدير كيكيز ولا يدير راسو مثلا مضرب في يدو مره مره، كيدير هكا كيدير هذاك التويشيه ولابس الجيلي زعما نايض كيخدم مع السبعة الصباح حتى هو يوا. اوكي فكاين نوعين خامس عيالات شرفات، وانا شفتهم ميرانو تيك راه كيلبسو ديك بلوزة زرقاء مرا شايفة في الخمسينات ولا الستينات ولا تا هي كارديانا ديال كارديانا بين قوسين ديال الطوموبيلات. ولا تعليق ما ندويش بزاف. اوكي فغنجي ليكم من بعد على واحد المرا شايفة شفتها في التجارب اللي غادي ندوي عليها. اوكي واحد المرا شايفة اللي فيها صافي بينات ليا بان هادشي كامل لي شهور وانا كن وانا كنحاول ندرسو كاف الجمعيه وندير على هاد الفيديو هذا، فريمون بينات ليا بان داكشي اللي كيتشكو منو الناس هو اللي كاين، لا ما بدون زياده او نقصان. قالت واحد الكلمه وشت هذيك لاسين بالضبط، وانا بوحدي اللي كنت في هذيك الزنقه اللي بينات لي بانهم من غير حق كنديو فلوس بوالو بوالو بوالو. اوكي فكاين شي شويه الشتا الجو مغيم الشمس غضراتني وانا ندير واحد الشمس اصطناعيه. اوكي فالنوع يعني الخامس هما ناس عاديين، هذه قليله ولكن ناس عاديين، ناس عاديين بمعنى عندهم واحد الخدمه، عندهم واحد البروجي، دي اون بيزنس، بيزنس اللي هو بعيد على ديك المنطقه فين يديروا الاحتيال ديالهم، كيخليو هذاك البروجي مقابلو شي واحد كيدخل ليه الفلوس. اوكي شي واحد كيكلفو كيقول ليه انت هو مول هاد البروجي، انت اللي غتنوب عليا في هاد البروجي ديالي، نقولو قهوه ولا نقولو محل صغير ولا كيجلس شي واحد في هذاك المحل اللي قابل ليه المحل وعارف بان هذاك المحل اوتوماتيكيان غيدخل ليه هو الفلوس. اوكي فكيقول عاود ما بقى نهار كامل ما كندير والو، اش ندير ما ندير، نلبس حتى انا داك الجيلي ونولي نقول للناس ندير شي شويه لانني مشكرف، ربما نخليش شعار انني نبين شي ضربه ولا مهم اي حاجه، راه ساهل تصايب كوستيم بيرسونال ديالك ساهله بزاف، وكيمشي لبلاصه بعيده على البروجي ديالو بعيده فين يقدر يتعرف
وكيبدا الحرفه ديالو النص بالاحتيال كيدي ديال الناس. اوف كورس كيشوف شي زون اللي مازال ما فيهاش شي بوصفير، كيولي هو بوصفير بهذيك المنطقه الصغيره وكيدير فلوس. اللي داه ربح، اللي داه ربح بهذا النوع هذا قليل، ولكن كاين، كاين في المغرب كاين. يعني كما قلت لكم هذه الظاهره هذه في تزايد مستمر. ملي كنقول تزايد مستمر لاحظوها مستمر، عقلوا ليا مزيان شحال كاين من بوصفير في واحد المنطقه اللي فيها طوموبيلات بزاف، وسيروا 3 شهور 4 شهور من هنا عاوتاني رجعوا داك الوريقه فين كتبتوا غتلقاو زادوا جوج الناس، زادوا ثلاثه، وفي هنا وقعت ليا انا حدا واحد الدار فين كنت كنسكن قبل، كاينين ريستورات وكاينين ناس بزاف كيباركيو، كانوا كيباركيو فابور في هذيك المنطقه، فابور فابور يعني نعاود فابور فابور كيباركيو ما كيخلصوا حتى ريال، منطقه قد قد السخط. دابا حاليا ولاو ثلاثه تماك، ثلاثه حدا بعضياتهم، ثلاثة كاملين كيقول لك انا كنحرس هاد البلاصة، الاخر كيقول لك كنحرس هاد البلاصة، الاخر كيقول كنحرس هاد البلاصة. ثلاثة د الناس كيديروا الدور اللي ممكن يديروا واحد، هادي والله ما تلقاها في شي شركة، ما تلقاش الصاد ثلاثة د الناس كيخدموا الملفات مثلا نقولوا في واحد الشركة اللي يقدر يحسبهم شخص واحد. اش من بوس، اش من بوس حمار يدير هاد القضية هادي، ما كايناش، باش تعرف بأن كاين غير النصب، كاين غير النصب، اوكي. فولات هذيك البلاصه ايتاوا، والناس مساكن اللي كيخلصوا دابا حاليا الفلوس لهذيك البلاصه اللي ما بعيداش غير بكيلومتر، ما بعيداش، ما بعيداش على دارنا دابا حاليا فين كنصور، كيخلصوا فلوس وما عارفينش غير واحد 3 سنين قبل كانت هذيك البلاصه فابور فابور فابور. لايك واي ار يو بين ذيم، علاش كتخلصوهم فلوس؟ علاش واي، علاش علاش؟ حيت تصارع ولا ان الانسان ما عارفش وكيقول كنتعاطف وكيكذب على راسو، كيقول لك كذب على راسي نتعاطف معايا بواحد 5 دراهم ماشي بعاد مني، كنت كتعطي 5 هو 5 هو 5 والاخر 5 والاخر 5، فراه كيشدك اكثر منك ولا كيشد بحالك، انت اللي كتخدم عليهم نيت بصح وكتحرق عليهم وكتجي للدار مهلوك وكتخلي مثلا ولادك ومراتك ما كتشوفهمش، فراه هو راه تيدير والو، تيدير والو عليهم ماشي ديهم بيردين صافي، بلا ما تكذب على راسك تقول كتساعد معاه، هو خصو ربما يتساعد معاك. هادشي اللي كاين، كثرة الهم كتضحك، هادشي اللي كاين. فملي قلت لكم تزايد مستمر راه ما كنكذبش، وهذا اللي قلت لكم حدايا راه والله ما كان تما، عرفتي هاد المنطقة شحال كانت؟ وما كانت، هو ما كانش جا تما غي فاغابون، فاغابون يعني ما عرفتش شنو هي فاغابون، يعني غير بوهالي، غير ما يعني ما غاديش ما غاديش نحقروا لان ما كانش عنده دار ولا، الله يحسن العوان، اي واحد ما يقدرش يكون في هذيك البلاصه، ولكن غير بالصدفه ولا زعما باغي يدير فيها غارديان تما ولا. فغنجي لكم علاش كنقول بان باغي يدير فيها غارديان، هادو كاملين اللي قلت لكم هاد خمسه الانواع ولا، ولا نسيت شي واحد سمحوا لي من الانواع هادو، واش حسبتهم خمسه ونص ولا سته ولا. ف هاد الناس هادو دايرينها فول تايم، اوكي. صورت واحد 35 دقيقة الأولى، ومن بعد بقيت كنهضر بوحدي، قلت شي كلمات زوينين، قلت شي نقاط زوينين، ولكن الكاميرا خفلاتني، كدير واحد مود اون في 35 دقيقة، كدير مود اون في وبقيت خدام بوحدي، عرفتي خصني نعاودهم تاني بحال ما قلتهمش. واه صعيب تعاود ترتيب الافكار ديالك من الاول، لان عاود ما تخرجش بحال الاولى، الاولى ناضيه ولكن مسافه حتى واحد تسجلت، وانما في الفراغ دابا كانت في الماضي صافي ممكن. اوكي، ف يعني كما قلت لكم عندك الدائره عندك في تزايد مستمر، زائد انهم يوزليس، غير ما كيديوش واحد الخدمه اللي هي مفيده للمجتمع صافي. ف كما قلت لكم كيعاونوا الناس انهم يبلاصيو، كيعاونوهم انهم يبقاو يقولهم زيد 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 اوكي بلاصي حبس، زائد انهم عندهم واحد البونيس ايام الاسبوع ما كيكونش عندهم الفلوس بحال وعدد السيارات بحال في اخر الاسبوع في الويكند، الويكند كيكونوا عدد السيارات ربما مدوبلي ولا متريبلي ولا كوادروبلي، يعني مضروب في 4 ديال عدد السيارات، اوكي.
زائد واحد النوع اخر انا شفتو هاد التجربه دي كاينه واحد العرج كاين تماك حدانا كيمشي لواحد حدا ريستورون كاينين تما الناس كي باركيو طوموبيلاتهم في المكان العمومي في الشارع العمومي اللي فابور كيجي هو كياخذ من عندهم فلوس كيعطيوه هما فلوس بخاطرهم لانهم ما عارفينش كيقول لهم حكا راني كاري كاري ليا العماله وكذا وكذا ويش از جاست كذوب 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 ما كاين حتى شي عماله ولا شي حاجه كتكري الشارع العمومي قانونيه ما كايناش الشارع العمومي مكان عمومي فابور حط في طوموبيلتك ما تخلص حتى ريال اوكي واخا كيديروا بعض الحيل الى اخره فكيقول لك راه العماله ولا شي جهه معينه ولا المخزن هو اللي كرا ليا هاد البلاصه اذا هذا باركينغ ديالي كنخلص عليه فلوس اذا انت خصك تخلصني فما يمكنش انت كريتي هذيك البلاصه وبصحتك خلصها انت علاش انا خصني نعاونك مول الطوموبيل علاش هو خصو يعاون هاد المصفع اتس بوينتلس هاد القضيه هادي وما ما غير صحيحه وغير كذوب وغير منطقيه صافي فكيقول لك انا بلاصه ديالي الى اخره ف انا حدانا كنشوف واحد التيرا اللي هي كما قلت لكم تيغان نو ما فيه حتى شي حاجه والو ماشي حتى شارع لانه والو والو تيرا يعني بلاصه اللي نقولوا نقدروا يتبنوا فيها اربعه د العمارات ولكن هي خاويه صافي ايام الاسبوع من اثنين للجمعه كتكون هذيك بلاصه خاويه السبت شويه كتبدا تعمر شويه الطوموبيلات كيبداو يعمروا وكاين قلال نهار الحد كتولي ديك البلاصه عامره وديك البلاصه ديك التيران في اللور ديال داك المطعم اوكي فهو كيبدا يتخلص في هذاك المطعم كيبدا يتخلص من الناس اللي مباركين حداه نقولوا حداه في الشارع العمومي في بلاصه اللي هي مجانيه ومن بعد كيمشي لهذاك التيران ثاني وكيقول لهم هذه البلاصه هذه ديالي وهي راه ديك البلاصه راه والو في ايام الاسبوع ولا كيكون تما ولا نقولوا كيحرس هو ولا هو تما ما كيعتمش فيها لان ما عندوش منين يشد الفلوس ما عندوش الناس لي سكاميهم ما عندوش فالناس في السبت والحد كتعطيه الفلوس فهاديك على ديك البلاصه نيت اوكي فهو كيولي يشد الفلوس على القدام ديال البلاصه ديال البيلدينغ وكيمشي للور ثاني للباركينغ الاخر اللي هو باركينغ ديال الطبيعه اللي هو ماشي اصلا تا باركينغ يعني مكان عمومي وكياخذ منه الضريبه والاتاوه ديالو فلوس فالا لاحظتوا هذوك الناس هذو كما قلت لكم راه والو راه كيخدموا 24 على 4 ماشي 24 على 24 من الصباح الليل ولكن 7 جور سيو 7 علاش لانهم كيحبوا المهنه ديالهم مهنه اللي هي النصب ولانك تدخل لهم بزاف ديال الفلوس وما كتطلبش جهد فانا بغيت نسول المشاهد بغيت نسولك انت ولا انت اللي كتفرجوا في الفيديو ربما تكونوا خدامين اولا كتقراوا ولا شي حاجه واش كيعجبكم ديروا شي حاجه السبت والحد نفس الحاجه اللي كديروها في الاسبوع كديروها السبت والحد ربما ماشي ناس بزاف غيقولوا لي لا ما نحبش انا نكون خدام بواحد الصالير اللي هو نقولوا يلاه كيكفاني ونجي السبت والحد نفسهم الخدمه اللي هي كتستريسيني من الصباح الليل من 9 الصباح 7 د العشيه ولا 8 الصباح 7 د العشيه كل نهار قدام البيرو طقرق بقرا كنحفي عيني في ليكرون نحفي يعني صباعي كنطابي ولا نحسب ولا شي تخربيق على حسب المهنه ديالك شنو كاين ماشي تخربيق ما نحقروش المهن ولا ولكن ستريسفول جوب كتعطيك واحد الصالير اللي هو يلاه كافيك ولا مكافيك ولا كتجمع فيه غير شويه في حين كاين واحد اخر ما كيدير عليه والو حتى شي مجهود وكيدي ربما الصالير اكثر منك ذاتس واي هو كيخدم في السبت والحد غير ذا بوينت انه كيخدم في السبت والحد كيبين لك بان هذيك ماشي جوب حقيقيه وانما هي يعني اتس سكام يعني سكام باش كيدخل فلوس فابور ما كيدير فيهم والو كيجي كيعصر شكون اللي ما غيبغيش يعصر 7 جور سور 7 ويدي ويدي 5000 درهم على الاقل في الشهر شكون هذا الحمار هذا اللي ما يبغيش اوف كورس كل شيء يولي باغي هذه القضيه هذه اوكي ف كيبغيو يضحكوا على الناس ثاني ولاو كيدير واحد التقنيات في شكل وهذا الشيء ولا زائد خطير ولا خطير بزاف يعني ولاو كيديروا اولا دي بارير على المدن وعلى بعض المناطق السياحيه نقولوا يعني اقشور ولا ما عرفتش المناطق السياحيه بالضبط ولكن كيديروا دي بارير
يعني كيقطعوا الطريق حرفيا، قطع الطرق صعب عليك هادو، ولاو يعني قطاطعيه كما يقولوا، كيقطعوا الطريق على الناس يقولوا لهم بالسيف عطيونا الفلوس الا بغيتوا تدوزوا بالطوموبيل ديالكم باش من حق. واش نتوما جندارم؟ واش نتوما بوليس؟ ولا والو والو. الطريق مأدي لواحد المدينه كيقول لك خلص عليها واحد 50 درهم ولا 40 درهم باش تدوز الطوموبيل. وات وات؟ حيت عنده ثلاثه ديال لي باريه ديال الحديد، ثلاثه كيبغيو يردوا داك الشيء بحال هو خدامين مع الدوله ولا شي حاجه، غير ما عندهم حتى السلطه هاد الناس هادو، راه والو ما عندهم حتى السلطه. الا خلعتيهم بالبوليس او لا مشيتي معاهم دير حقك بالبوليس وجيب معاك الشهود وكل شيء، راه ممكن دير محضر ضدهم، لانه كيمنعوك توليش طريق عمومي. وفعلا واحد الشخص غير من هنا لهنا واحد السيمانه اللي فاتت شفت واحد البوست فعلا قال لهم هادشي ديالكم راه غير قانوني، وهما يحلوا لي هذيك البريمه خلصت عليها، في حين كاينين ضحايا اخرين كيشوفوا داك البارير كيحسب لهم معاه صافي، بارير كيديروا الجندارم، بارير كيديروا كذا، فصافي هادوم ما حد عندهم البارير، فصافي راه عندهم السلطه باش انهم يمنعوني، اذا نخلص لهم فعلا كيخلصوا فلوس. ثاني حاجه كيديروا كيلبسوا واحد البادج اللي هو مزور، شي البادج اي بادج ممكن اي واحد يصيب اي بادج بغا صافي، غير ممكن انا نصيب بادج، نصيب واحد البلاستيكه نكتب فيها سميتي وكنيتي وكتب فيها شي ارقام مكان ازدياتي تخربيقه اللي انت ما غاديش تدقق فيه من البعيد، وندير فيها شي زامبول شي زواقه من شي لتحت، وندير خطوطه مثلا خضر احمر ديال مثلا الامن الوطني ولا المغرب ولا شي حاجه، ها هي الزرقاء، وندير حتى تصويرتي صافي نكليبيها، وندير بلاستيكه ونديرها كولي بحال هكا ب يعني بالثوب ولا، وتبقى غير هكا بادج، عندي بادج من البعيد كيبان لك بادج. كاين باج ديالاش؟ واش حنا في كلاب؟ واش حنا في كونفونسيون يعني في مؤتمر؟ فاش هذا الشريع؟ الشريع اي واحد يقدر يلبس اي باج بغا ويعني بها اي حاجه بغا. هذا هو. فالناس اللي كتنغبوا على الشعار كيشوفوا لابس باج كيقول صافي، كيقول لهم انا راه كاري ليا ما كاري ليا العماله وداك الشيء، صافي كيسمع العماله كيتخلع كيشوف الباج كيقول صافي هذا السيد هذا اوفيسيال كيحط ليه 10 دراهم في يديه ولا 15 درهم ولا 20 ولا صافي. هذه الثانيه باش تشوف الكذوب والنصب كيف واش ولا عندهم. ثالث حاجه ولاو كيديروا هي كيصايبوا لكم التيكيتس، ماشي كيصايبوهم، كيصايبوا الناس الضحايا، الاف كاينين التيكيتس يوميا كيطبعوا من الناس اللي هما ولاد الحرام حتى هما خصهم يتشدوا، هذا الشيء خصو يتشد، خصو يتعاقب عليه قانونيا، ويبقاش القانون غير هكا من منع شخصا لولوج مكان عمومي، لا القانون خصو يزيد مثلا يصيب التشريعات اللي هما سبيسيفيك، اي واحد هز داك الجيلي بغير حق ما كيخدم لا في البني لا في والو وقال لهم انا كاريالي العام هاكا حطها نيشان، حط لي قانون فصل يكون مدقق على هاد الناس هادو باش ما يلقاو حتى شي حاجه يهربوا بها، ولا شي سبيكوليشن ولا شي محامي يلقى فيه، لا محامي عنده المتهم ديالو فعلا هو اللي تصايب عليه داك النص كيقول لي انا اخويا ما عندي باش ما عندي باش ندفعك، غرقتي فيها غرقتي فيها باش هادشي يحيد صافي. ونقول لكم علاش ما كيحيدش، لان الدوله باغاهم. اوكي فاشنو كيديرو؟ كيجي واحد ولد الحرام واحد مول المكتبه كيصايب ليهم لوغو ديال الطوموبيل زائد 10 دراهم زائد بايي دافونس، بايي دافونس كيقول لهم ها دابا كيعطي في الاخر ديك التيكيتات كيعطيهم البوسفير، البوسفير كيجي لتما ها انا اوفيسيال اللي خلصني عنده تيكيت، واللي ما خلصناش ما عندوش تيكيت. قلت لكم الشريع عمومي، ممكن اي واحد يطبع اي تيكيت ويعطي اي كلب اي سعر صافي. اكزيت لهم كضحك، وكاين شي ناس كيطيحوا في هاد القليوه قوال بنا كسانك بالقلاوي اصاحبي انا وشي ما يمكنش هاد المغاربين غادي للهاويه، هاد المغرب غادي للهاويه ما نكذبش عليكم. فكما قلت لكم هاد الناس علاش كاينين وعلاش ما كيجمعهمش البوليس الا الا عيطتي ليهم، واخا البوليس راه عارفينهم وشي مرات كيستعملوهم كمخبرين ديالهم كبرقاقه ديالهم، وكيف نفس الوقت خاص حتى شي واحد يتشكى منهم عادي يدير معاهم اجراءات، واش از نوت مثلا الا مشيتي مثلا لبستي لبسات البوليس وكتدعي انك مثلا عندك سلطه وتبغي تاخذ من عند الناس، او تدعي مثلا انك خدام في شي شركه نقولوا مثلا اورانج ولا الانوي ولا اتصالات ولا، وكتاخذ الناس بغير حق يجيو يقرقبوا عليك نيشان،
ولكن هادو اللي قدامهم ما كيقربوش عليهم، لان علاش؟ لان كما قلت لكم هما من الفئات المعوزات للدوله، خاصها تساعدهم. فاش الدوله ما كتملص من المساعده فكتخلي الناس يعاونوا الناس، صافي ما حدك انت كتعاون. فبالنسبه للدوله وبالنسبه للبوليس تمام، ماشي مشكل. واحد الشخص في الشارع عطى لواحد الشخص اخر فلوس، شنو دخل البوليس في الموضوع؟ ولكن راه كيعطيه واحد الصفه لاخر، كيقول لي بالزمن ماكش عطيها ليا. وشي مرات كيقول له مثلا دوك اللي مدوزين الحابس ولا غير اللي مسنطح ولا، كيقول لي الا ما يعني ما نخليكش دوز، كيوقف لي قدام الطوموبيل كيدير لي نعرق على، كيقول لي ما نخليكش ديماري وتمشي في حالك الا ما خلصتينيش. وهذا هجيج، وهادشي كاين كل نهار، كيوقع في المغرب كل نهار. وكاين اللي كيقول لي مثلا الى هذا نشرطها لك، كاين شي واحد اخر كيقول لي غنضربك وقتلك، وهادشي راه ما مزيانش. هادشي علاش كنديرو حنا فيديوهات، هادشي خصو يحيد. وما تقولش لي عاوتاني الشفار الكبار، هادو الشفار الصغيرين، هادو اخلاني الصغار، ونهار على نهار كيتزايدو. قلت لكم نهار على نهار كيوليو كثر، اوكي. فكما قلت لكم واحد البلان اللي طرا ليا في اللي خلاني فعلا نعرف بان هادشي غير كذوب اللي كيديرو هاد الصحاب هادو، هو انه ما كاين لا بلاصه لا سيدي زكري. هما انني كنت كنمشي لواحد المدرسه في اكدال اللي هي مجرد نصب، صافي نصب والاحتياجات هي ديك المدرسه، ديك بلان اخر. وبلا ما تقولوا هذا نصب الاخر نصب، اذا انا مشكاك ولا لا؟ لا فعلا فعلا انا عندي شي حاجه مع النصب، اوكي، في حياتي. ف كنت كنمشي ونجي من هذيك الطريق في الرباط، فهاديك البلاصة انا عارف كاينة مرا شارفة وراجل، راجلها ماشي مرا شارفة وانما مرا وراجلها، هما اللي كيتناوبو كيديرو شيئا ما حراسة بالجيلي صفر، وهي كتلبس بلوزة زخر ديال هاديك البلاصة. وكيجيو ليها غير الناس اللي لاباس عليهم تماك، ما كيحكروش ولا ناس فرنساويين ولا كيعطيوهم، كيهورو معاهم. ديك البلاصة سي دو لوكس بالنسبة للنصاب ابو صفير، كيحلمو تماك يعني، واخدين هذاك الكوبل هذا. كيجيو الناس بسيارة فارهة، كيعطيوهم شي ناس كاع 50 درهم وباش كيقتلو. الله يحفظك الحاج، شكرا الحاج، يعني كيرضيو الغرور ديال الناس اللي لاباس عليهم. الناس اللي لاباس عليهم ما كيهمهمش، شتي يقدر يعطي لأي واحد 7000 درهم في الشهر، والله ما تهمو. كاين اللي عنده كابيتال، عنده راس مال، عنده فلوس، صالير ديال 3 مليون 4 مليون في الشهر، كيولي يقول لك انا ما عندي ما ندير بالفلوس. كاين شي ناس وصلوا لهذا الحد هذا، كيحسب لي فعلا راه كيتعاون معاهم، ولكن راه كيعطيهم فلوس بغير حق. بغيتي تعاون سير عطي للجمعيات، ولا سير عطي لشي واحد ما فحالوش نيت ماري، ما تعطيش واحد اخر كيدي ديال الناس. فهما ما عندهمش الوقت لك شي، وما عندهمش هذا، كيخرج لي 50 درهم كاع، 100 درهم يعطيها لي، اوكي. هادشي في الطوموبيل، كندوي على الطوموبيل الوحده ولا 20 درهم ولا. ففي هذيك الصباح هذاك انا غادي من هذاك الطريق غير بوحدي، وهو يجي واحد اخر لابس الجيلي، حساب لي ديك البلاصه خاويه، وهاديك البلاصه كيما قلت لكم دو لوكس الفري، وهي تشوف فيه بواحد الطريقه ديال الحيوان. والله ما نكذب عليكم، شي الانسان كيولي حيوان فاش كتبغي تاخذ ليه مصلحته. فري 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 فري، عرفتي بغات تاكلو بعينيها، قالت لي سير انا كاين هنايا، كاينه هنايا، انا اللي شاد هاد البلاصه. داك الاخر هو يدير، عرفتي بقى كيشوف فيها وكذا، قال لي راه كاين، قالت لي كاينه انا وراجلي هنا. هكا قالتها لي، ويلا كذبت عليكم في كلمه وحده، بغيت ليا فهمتيني، بغيت نتقعد من النوتش دابا نيت فهمتوني. يعني ما كنقول لكم يتسترو هاد الصفاق تيقوها لا كاع لا تيقوها. فهادشي اللي وقع غير شاف فيها بحال قالت لي ستي اوت اوف ماي تيريتوري ديال بريكين باد ديال والتر وايت، هو حق الرب هو يمشي في حاله من داك البلاصه. دابا هذاك اللي مشى في حاله غيمشي شي تاني شي قنت غيلقاه، لان المغرب فاست، مدينه الرباط فاست فهمتوني، غيلقى شي بلاصه اوف كورس محشره على هذيك اللي كان باغي ياخذ، غادي يبدا يقول لهم انا راه كاري هنا. ويلا كنتي انت كاري، علاش هذيك منعاتك من هذاك الزون هذاك هي وراجلها؟ اوكي اش اللي كاين صافي، وانا نفهم. فهذيك اللقطه هذيك بالضبط قلت والله هذا الشيء اللي كنشوفو في المغرب حتى غير نصب كبير بزاف، نصب اللي الدوله مشاركه فيه.
لان الفئات اللي نقولوا شيئا ما المهمشه والمعوزه هما اللي داخل في هادشي اللي قلت لكم دابا حاليا. هادشي اللي هو المواطن هو اللي كتح عليه الدقه كيقول لك حنا مخلصين الضريبه ديال الطوموبيل هو مخلصين يعني الغلاء الاسعار ديال المحروقات اوكي يعني زايدين عليهم 6 درهم في الليتر ولا كل مره خصو يعمر ومع ذلك كيجي كيقول لي واحد اخر حط لي 10 درهم 20 درهم في النهار كي كوميوتي كيجي للخدمه كيقول لي حط لي 10 درهم في النهار وات فمن بعد الناس اللي هما باش تشوفوا شحال ديال الفلوس كيضيعوا والناس كياخذوا من غير كاين شي ناس عندهم قاطعين بوصفير كانوا شحال هذيك يعطيوهم كيكتبوا على راسهم كيعطيوهم كيقول لهم انا كنساعدوا معاهم ملي وصلتهم الصاد وهاد الحمله هادي والتوعيه اللي كنعطي دابا انا للمشاهد الكريم المشاهده الكريمه ف ولاو كيجمعوا فلوسهم عندهم فين ما كيبغي يعطي البوصفير كيحط في هذيك البلاصه اللي كيحط فيها داك الكوب يعني ديال القهوه ولا كيحط في هذاك السوانت كان يعطي 5 درهم كيحط 5 درهم كيجمع وفي الاخر تلقى بانه هو كيجمع واحد المبلغ اللي هو كبير هذا كنقول لكم الطوموبيل وحده ضربوا هذاك المبلغ في 40 ولا 50 طوموبيل في النهار في هذيك المنطقه راه الصالير صالير هو بعيد على السميك شي السميك في الدوبل غنبقى نعاود نهضر سي بزاف راه كما قلت لكم هذا غير جزء واحد هذا غير جزء واحد وكاين بزاف ما يتقال ونتمنى يكون عجبكم الفيديو